أتحول إلى بارسونز جرين هنا في غرب لندن، معي هناك زميلي عصام عكرماوي. عصام، إذا المشهد بدأ يتضح تماما، يبدو أن هذه القنبلة التي انفجرت إنما هي جهاز بدائي الصنع من خلال ما رأيناه من صور وما قالته الشرطة. هل من معلومات إضافية توضح ما جرى على متن هذا القطار؟ توني، نحن نقف على بعد أمتار من المحطة. قبل قليل فتحت الشرطة الشارع الرئيسي الذي يؤدي إلى منطقة المحطة، لكن الشوارع الفرعية كما ترى خلفي لا زالت مغلقة. حتى الآن المعلومات المتوفرة أن الشرطة كما ذكرت تتعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي، عثر على جهاز تفجير داخل الدلو الذي تركت فيه المادة الكيماوية. شهود عيان تحدثوا عن رائحة كريهة، رائحة كيماوية. يعني عندما حصل الانفجار، لحسن الحظ عندما حدث الانفجار كان القطار يقترب من المحطة أو وصل إلى المنصة، لذلك تمكن الذين كانوا في القطار من الخروج بسلام. معظم الذين أصيبوا بجراح كما ذكرت هم إما أصيبوا بحروق أو أصيبوا من خلال التدافع، لأنه القطار كان مليء بالركاب في ساعات الصباح الباكر، ساعات الذروة. هناك تلاميذ وهناك موظفون ذاهبون إلى أعمالهم. اللافت للنظر أن قوات الأمن وصلت إلى مكان الحادث خلال 5 دقائق واستطاعت أن تنقل الجرحى إلى المستشفيات وأغلقت المنطقة بحثا عن عبوات أخرى. تعلم أنه في هذه الحالات يكون هناك خشية من أن يكون أكثر من عبوة أو أكثر من شخص مشارك، ومشطت المنطقة عن طريق رجال الشرطة المنتشرين بكثافة، وأيضا حضرت فرق مكافحة الإرهاب، وأيضا هناك مروحيات تحلق في السماء فوق المنطقة طول الوقت. مارك راولي مساعد مدير شرطة سكوتلاند يارد قال إن الشرطة لا زالت تحقق في الموضوع، وأنه تأكد أنه بالفعل كان هناك عملا إرهابيا. المسؤولين البريطانيين من رئيس الوزراء كما ذكرت تريزا مي التي ترأس في هذه الساعة اجتماعا للجنة كوبرا في 10 داونينج ستريت، ووزيرة الداخلية، والكل أشاد بجهود رجال الشرطة والخدمات الأخرى مثل الإسعاف والطوارئ والإطفائية. وفي ما يبدو عصام في الملاحظات الأولى، الجميع يذكر ما جرى هنا في هجمات 21/7/2005، الهجمات الفاشلة التي تلت بعد أسبوعين من هجمات 7/7 الدامية في عام 2005، العشرات سقطوا قتلى وجرحى آنذاك. الآن وجه المقاربة فقط هو الجهاز البدائي الذي استخدم، يبدو لي من خلال ما تؤكد البي بي سي أنه ساعة توقيت وجدت داخل هذا الوعاء أو الدلو كما قلت قبل قليل داخل الكيس البلاستيكي. هذا إنما إن أشار إلى أي شيء يشير إلى أنه هذا العمل عمل فردي وليس شبيها بما جرى في مانشستر أرينا حين فجر الشاب الليبي البريطاني نفسه وقتل 22 شخصا هناك. وبالفعل الآن التحقيقات تحاول يعني نسج الخيوط لكي تعرف هوية الفاعل والطريقة التي أدخلت فيها هذه العبوة الناسفة إلى المحطة. أنت تعلم توني أن لندن من أكثر مدن العالم، ربما أكثر مدينة في العالم فيها كاميرات مراقبة. الشرطة الآن تدقق في هذه الكاميرات المنتشرة في المحطة وعلى المنصة، وطلبت من الجمهور الذي كان على القطار أو الناس المتواجدين على المنصة أن يرسلوا إليها بأي صور أو معلومات عن الحادث عندما وقع. ربما كان الفاعل لا يزال في المنطقة وتريد الشرطة التعرف عليه. دعني أقاطعك هنا لأن الشرطة تقول أنها تتعامل مع حادث الآن في هذه اللحظات في منطقة هاي ستريت كنزينغتون ومنطقة إدجوير رود. هذه المناطق ربما تقع على نفس الخط الذي كان يأتي ربما من بارسونز جرين حيث أنت باتجاه وسط لندن، بالتالي يبدو لي أن هناك نوع من الهجوم المنسق، أو ربما مرتكب الحادث فر على قطار آخر. هل تعرف أي شيء؟ أنا أعرف أنك في بارسونز جرين وبعيد عن ما يجري في إدجوير رود، لكن هل تعتقد بحكم الموقع الجغرافي أن هناك ترابط ما؟ يعني
أنت تعلم توني في أنه هناك أسبقيات، لندن تعرضت إلى عدة هجمات في السابق، بعضها كان انفراديا وبعضها كان ضمن مجموعة، مثل ما حدث في لندن بريدج قبل فترة عندما هجم 3 أشخاص المارة وال يعني مرتدي المطاعم والسوق هناك. إذا الشرطة تضع كل الاحتمالات في الحسبان، لكن حتى الآن لا توجد أي تأكيدات على الربط بين ما حدث هنا في بارسونز جرين والحوادث التي ذكرتها أو الأحداث التي ذكرتها قبل قليل في إجوير رود أو في منطقة كينزينغتون. لكن الشرطة منتشرة بكثافة، والشرطة البريطانية الآن لديها خبرة كبيرة في التعامل مع هذه الأحداث، وسرعة انتشار الشرطة تهدف بالمقام الأول إلى حماية الجمهور، ومن ثم بعث رسائل طمأنة للجمهور كي لا يدب الفزع والرعب في نفوس الناس. شكرا جزيلا لك من منطقة بارسونز جرين في غرب لندن عصام عكرماوي، شكرا لك.